همسة وردية. يسعد أوقاتكم مستمعين برنامج همسة وردية، رجعنا لكم بحلقة جديدة وموضوع جديد. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن مدى انتشار الوعي بين الناس حول تمييز الأدوار المختلفة للمتخصصين بعلم النفس. خلونا نسمع آراء الشارع حول هذا الموضوع من خلال الاستطلاع التالي وبنرجع لكم. هلا في اكيد في فرق انه الدكتور بيختلف عن المرشد. المرشد بيكون شخص مثلا بيكون عنده اطلاع، عنده شيء، انه بس الطبيب بيكون دارسه مثلا درس عرفته، عنده هو الهدف منه انه يداوي يعالج وهيك. عند الناس عموما في ثقافه بتساعدهم للتمييز بين الداعم النفسي والمعالج النفسي؟ لا ما بعتقد، لانه بمجتمعنا اجمالا ما كتير بيهتموا بهاي الناحيه. طب انت لو واجهت مشكله سلوكيه او نفسيه بتروح عند مرشد ام طبيب نفسي؟ لا، اذا بالنهايه ما قدرت انا احصل على الفكره اللي خلص حالي منها من مشكله برجع لمرشد نفسي مش طبيب. بعتقد اذا مشكله على مدى طويل بنروح عند طبيب نفسي. المرشد النفسي قادر يقوم بعمل الطبيب النفسي؟ لا، كل واحد له شغلته. انه الطبيب النفسي يمكن بيشوفك شو حالتك شو بيساعدك، ايه، والمرشد هو بيدلك على الاشياء الصح وهيك يعني. بعد ما سمعنا اراء الناس رح نحاول نوضح الفرق بين الطبيب النفسي والاخصائي النفسي والمشكلات يلي بعالجك المتخصص منهن ومكان عمله وخبراته العلمية. أولاً، الطبيب النفسي حاصل على شهادة جامعية بالطب العام ومن ثم متخصص بالطب النفسي لمدة سنتين أو ثلاثة. أما الأخصائي النفسي فهو حاصل على شهادة جامعية بكلية التربية اختصاص علم النفس أو الإرشاد النفسي، وممكن يمارس مهنة العلاج النفسي بعد الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه. ثانياً، الطبيب النفسي بيمارس مهنته من خلال تقديم الدواء الطبي المناسب للأمراض النفسية يلي لها آثار عضوية على الإنسان. مثلاً المريض بالاكتئاب بيعاني من فقدان شهية ونقصان بالوزن أو اضطرابات بالنوم، وبالتالي بيقدم له الطبيب النفسي الدواء المناسب إلى جانب العلاج النفسي. أما الأخصائي النفسي فبينقسم لاسمين، إما معالج نفسي أو مرشد نفسي. المعالج النفسي بيتعامل مع الأمراض النفسية المزمنة واللي بيكون إلها آثار خطيرة علينا، مثل مرض الفصام، الهستيريا، الهوس، العصاب وكتير تاني من الأمراض. دور المعالج بيقوم بتقديم العلاج النفسي المناسب من دون وصف أي دواء عضوي. أما المرشد النفسي فبيتعامل مع المشكلات السلوكية مثل الإدمان، العدوان، الغيرة المفرطة ومشكلات المراهقين والمشكلات الزواجية والأسرية، وأيضاً مع اضطرابات التواصل واضطرابات التعلم. وفي نقطة مهمة جداً هون، إن المعالج النفسي قادر يقوم بدور المرشد النفسي، أما المرشد فدوره بتوقف عند مجموعة من المشكلات النفسية والسلوكية. ثالثاً، الطبيب النفسي بيمارس مهنته بعيادة نفسية فيها مستلزمات طبية إما بمستشفى أو بعيادة مستقلة، والمعالج النفسي أيضاً مركز عمله بيكون بعيادة نفسية مستقلة مهيئة بكل الأدوات المناسبة لتقديم العلاج النفسي المناسب. أما المرشد النفسي فبيمارس مهنته عادةً بالمدرسة أو بالمراكز الاجتماعية. هيك بنكون وضحنا الفروق الأساسية بين كل من الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، ولازم نأكد على نقطة مهمة كتير وهي ضرورة التكامل بين الاختصاصين وضرورة تشكيل فريق عمل لصالح المريض لمواجهة الأسباب النفسية والعضوية لمرضه أو مشكلته. هون بتكون حلقتنا خلصت أعزائنا المستمعين، على أمل
بنكون قدمنا معلومات مفيدة وجديدة وألقينا الضوء على أهمية هذا الموضوع. تابعوني كل أحد بنفس التوقيت. أنا منار، إلى اللقاء. همسات وردية.